بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة، هذه رسالة من المستمع محمد حسين محمد من جمهورية مصر العربية ومقيم في المملكة. أرجو من الله أن تفيدونا بالإجابة عن القضية التالية: عندما أذهب إلى النوم أدعو وأقول بحق ملائكة الرحمن أن يصحوني من نومي عند أذان الفجر حتى أتمكن من الصلاة جماعة في المسجد، فهل في ذلك إثم علي؟ وهل من وسيلة أخرى ترونها لي؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الاهتمام بالقيام بصلاة الفجر أمر واجب، يجب على المسلم أن يستيقظ لأداء صلاة الفجر وأن يعمل الوسائل التي توفقه ويبذل الأسباب في ذلك. أما ما ذكره السائل لأنه يقول بحق ملائكة الرحمن يوقظوني لصلاة الفجر، هذا غير جائز، لأن السؤال بحق مخلوق لا يجوز، والتوسل بحق المخلوق لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بدعائه وحده، وبدون توسل بحق مخلوق أو بجاه مخلوق أو بذات مخلوق. والواجب على السائل أن يفعل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من الأذكار عند النوم، ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويقرأ المعوذتين ويقرأ ما تيسر من الأدعية الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولها: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا نجا ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، باسمك ربي وضعت جنبي، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، ما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه هي الأدعية المشروعة التي تقال عند النوم مع العزيمة الصادقة على القيام بصلاة الفجر وعمل الأسباب المباحة، مثل أن يوصي أحدا من إخوانها اليقظة أو النائمين وهي البيت الذين حوله، أو أن يعمل ساعة تنبهه لصلاة الفجر. نعم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من المستمع الطيب عبد الصادق مقيما بالدوادمي، يقول: ما الحكم في أذان الرجل إذا كان ماشيا ومتجها جنوبا أو شمالا أو شرقا أو واقفا ومتجها للقبلة لكن يلتفت شمالا وجنوبا، فما الحكم في ذلك؟ يقول: ما الحكم في أذان الرجل إذا كان ماشيا ومتجها جنوبا أو شمالا أو شرقا أو واقفا ومتجها القبلة لكن يلتفت شمالا وجنوبا، فما الحكم في ذلك؟ المشروع في الأذان أن يقف متوجها إلى القبلة وأن يرفع الأذان ويلتفت عند الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، إذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت يعني عن شماله إلى يساره، هذا هو المشروع. ولو أذن وهو يمشي أو أذن وهو إلى متجه إلى غير القبلة فأذانه صحيح، ولكنه يكون تاركا لسنة وهي الاتجاه للقبلة، لأن الأذان عبادة والعبادة يستحب أن يتوجه بها إلى القبلة مهما أمكن ذلك، ولأن هذه صفة الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاتجاه إلى القبلة حال الأذان من المؤذن مستحبا. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل جاء من سفر وكان يصلي قصرا، فلما دخل المسجد وجد فيه جماعة يريدون أن يصلوا، فقال لهم: أنا أصلي بكم لكن أنا أقصر، وإذا سلمت فقوموا وأتموا صلاتكم. فرفضوا ذلك، وتقدم أحدهم وصلى
صلى بهم. سؤالي: ما الحكم في صلاة الرجل على الهيئة التي ذكرها وجهونا؟ جزاكم الله خيرا. ما ذكره السائل من أن المسافر الذي يقصر الصلاة يصلي بالحاضرين الذين يجب عليهم إتمام الصلاة، وإذا سلم من ثنتين يقومون ويكملون صلاتهم، هذا هو السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الفتح صلى وخلفه أهل مكة وقال: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. هذا هو السنة. أما الذي أنكر عليه هذا جاهل، والذي امتنع من أن يصلوا خلفه هذا نتيجة جهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يصلي الذي يقصر الصلاة بالمقيمين، وإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم. أما إذا صلى المسافر الذي يقصر الصلاة صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه إتمام الصلاة تبعا لإمامه. جزاكم الله خيرا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث؟ وهذا السؤال من المستمع أحمد صادق من ليبيا. معناه واضح: منع الوصية لأحد من الورثة بفرض أو تعصيب، وإنما يقتصر على النصيب الذي أعطاه الله إياه ولا يزاد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأجمع العلماء على معنى هذا الحديث، لأن الوارث لا يجوز له الوصية، وإنما يكفيه ميراثه ونصيبه الذي أعطاه الله إياه. إن إذا أجاز الورثة هذه الوصية فإنها تصح تمهيدا، لأن الحق لهم في ذلك، فإذا أجازوا فلا مانع من ذلك بعد الوفاة. إذا أجازوا ذلك بعد الوفاة فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. من الأردن الزرقاء رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات أم سالم. رسالتها مطولة لكن لخصتها بقولها: وباختصار، مشكلتي تتلخص بترك زوجي للصلاة ومزاجه المتعصب، إذ أنه مصاب بمرض نفسي وعدم التفاهم معه. أما بالنسبة لي أنا أم سالم، فأنا ملتزمة بدين الله ومحافظة على الصلاة وعلى لباس الشرع الكامل وعلى حقوق زوجي. أكتب لكم هذه الأسطر لتنصحوني. ماذا أعمل؟ هل أصبر على زوجي أم لا؟ وهل لي الأجر والثواب إذا صبرت أو لم أصبر؟ وأنا أم لأربعة أطفال، وقد حصل أن زوجي لفظ كلمة طالب مرة واحدة وهو في حالته النفسية المتعصبة، وبعد قليل بعد أن رجع إلى حالته الطبيعية يقول: أنا لم أقل هذا. جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفسير. إذا كان هذا الزوج معه عقله فإنه ويترك الصلاة متعمدا وهو رجل عاقل ليس بمخبل ولا معتوه، فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيل معه على عقد النكاح، لأن من ترك الصلاة متعمدا وأصر على تركها بعد دعوته لإقامتها إنه يكون كافرا ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح. ولو كان تركه لها من باب الكسل فإنه يكفر على الصحيح من قول العلماء. وبناء على ذلك فإن عقد النكاح يبطل بقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وهذا كافر بتركه الصلاة متعمدا وهي مؤمنة، فلا يجوز أن تبقى معه. ولقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا أو مرتدا، ولا يجوز لها أن تقيم معه إذا ارتد بعد عقد النكاح. أما إذا كان هذا الرجل غير عاقل أو كان يعتريه حالة يفقد معها عقله، فإنه يكون في هذه الحالة غير مؤاخذ. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحتلم. ولكنه يجب عليه قضاء الصلاة التي مرت عليه في فترة غياب عقله. إذا صح إنه يجب عليه أن يقضي إذا كانت الفترة قليلة أو يمكنه قضاء ما مر عليه من الصلوات فإنه يقضي. لكن النكاح لا يتأثر بذلك، أن هذه حالة مرضية وبغير اختياره. وأما الطلاق الذي وقع في هذه الحالة أيضا ينبني على التفصيل السابق. إذا كان طلق ومعه عقله ومعه إدراكه فإنه يقع، ويكون طلاقا رجعيا، يراجع زوجته ما دامت. أما إذا كان وقع منه الطلاق وهو في
حالة يفقد معها شعوره وإحساسه فإن هذا الطلاق لا أثر له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية اليمنية الحديدة المستمعة ألف عين عين بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة من بينها هذا السؤال، تقول: ماذا يجب على المرأة المتوفى عنها أن تفعل؟ هل إذا مشطت شعرها حرام؟ وهل إذا رأت رجالا أجانب من غير قصد أو شاهدت نفسها في المرأة هل عليها ذنب؟ وأيضا إذا اغتسلت بالصابون ودهنت شعرها بزيت من غير رائحة هل تكون آثمة؟ والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تفعل ما أمره الله تعالى، وأن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويجب عليها أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لأن تمكث فيه إلى أن تنتهي العدة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ويمكث في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا مانع أن تخرج لحاجتها الضرورية في النهار، لكن لها حاجة ضرورية لا يمكن قضاؤها إلا بخروجها فإنها تخرج في النهار دون الليل، أما الليل فإنها تبيت في المنزل مهما أمكنها ذلك مدة العدة. وأما ما تتجنبه فيلزمها الإحداث مدة العدة، والإحداث معناها أن تتجنب ما يجملها ويرغب النظر إليها وفي مساحها، تتجنب أنواع الزينة من الحلي واللباس لباس الزينة، لا تتزين بالحلي ولا تتزين بثياب الزينة، وتتجنب الطيب بجميع أنواعه مدة العدة، وكذلك المطيبات من المواد الدهنية أو الصابون أو غزال، كل المواد والمراحل المطيبة التي يبقى لها رائحة في يدها أو في جسمها تتجنبها. أما الادهان بالأشياء التي ليس لها رائحة طيب والاغتسال واستعمال الصابون غير المطيب أو السدر أو غير ذلك من المنظفات فلا حرج عليها ذلك، لا حرج عليها أن تغتسل بالماء، لا حرج عليها أن تدهن بالدهونات التي ليس فيها طيب، وكذلك دهون الرأس والشعر الذي ليس فيه طيب لا حرج عليها استعماله، وكذلك لا حرج عليها أن تنظر في المرآة مدة العدة، ولا حرج عليها أن تكلم الرجال بقدر الحاجة من غير فتنة ومن غير خلوة، تكلمهم بقدر الحاجة مع التستر التام والاحتشام التام. جزاكم الله خيرا. إذا دهن الشعر والاغتسال بالصابون هذا لا يؤثر في الصلاة؟ هذا غير مطيبين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يشيع على ألسنة بعض النساء كلام وكلام منها عدم رؤية القمر والخروج إلى السطح أو إلى الحوش أو ما إلى ذلك، ما هو توجيهكم لهن جزاكم الله خيرا؟ هذا خطأ كله، مسألة أنها لا تخرج من الحوش، لا تخرج من السطح، لا ترى القمر، هذا كل كلام لا أصل له، لها أن تخرج إلى الحوش ولها أن ترقى إلى السطح ولها أن تنظر إلى القمر والنجوم والسماء، لا مانع من ذلك جزاكم الله خيرا. إذا اتصلت بقضاء بعض حوائجها عن طريق التلفون شيخ صالح، لا مانع أن تكلف التلفون لحوائجها ترد على الهاتف، كل هذا لا حرج فيه. زيارة الطبيب شيخ صالح عند الحاجة لا بأس، إذا لم يتيسر أن يؤتى لها بطبيب المنزل واقتضى الأمر أنها تخرج وهي محتاجة إلى هذا فلا مانع أن تخرج بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا. زيارة المريض في المستشفى؟ لا، أما المريض فلا تزوره في المستشفى لأن الزيارة ليست واجبة وليست ضرورية، ولكن بإمكانها أن تكلمه بالهاتف أو أن توصي الذين يذهبون إليه، توصيهم بالسلام عليه والدعاء له. جزاكم الله خيرا. إذا كان المريض في بيته وقريب من بيتها، إذا كان يحتاج إلى الخروج لا تخرج، أما إذا كان لا يحتاج إلى الخروج يكون بين بيتها وبيتها اتصال غير خروج جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا امرأة توفي زوجي وترك لي مبلغا من المال أصرف منه على البيت والأولاد، هذا المال لا يزيد بل ينقص، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولو كان معدا للنفقة. جزاكم الله خيرا. هل يلتقي الزوجان في الآخرة وكذلك الأبناء والآباء هل يلتقون؟ قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحناهم من عملهم من شيء كل من بما كسب رهين. أخبر سبحانه وتعالى أن الله يجمع بين الآباء وأبنائهم الذين اتبعوهم بإيمان من أجل أن تقر أعين بعضهم ببعض، وقال تعالى: جنات
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دلت هذه الآية على أن الله يجمع الأحباب يوم القيامة من المؤمنين في الجنة تقر أعين بعضهم ببعض. نعم جزاكم الله خيرا. حددوا لي وقت صلاة الضحى جزاكم الله خيرا. وهل تجوز في السابعة صباحا؟ نعم صلاة الضحى وقتها من حين ترتفع الشمس في الرمح إلى توسط الشمس في السماء وهو ما يسمى عند العوام وقفة الشمس. فهذا كله وقت لصلاة الضحى، كل ما تأخرت فهو أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما يكون حر الرمضة قد حينما يكون يحصل حر الرمضة الذي يؤلم الفصال وهي صغار الإبل. نعم جزاكم الله خيرا. كلما تأخرت أي كلما قربت من وقت صلاة الظهر كالصالة. نعم كلما يعني تأخرت إلى قبيل دخول وقت النهي وهو قيام الشمس وسط السماء. نعم فهو أفضل. بارك الله فيكم. تقول أختنا عندي مجموعة من الذهب أريد بيعها وأحج بالمال إلى بيت الله الحرام، وهذا الذهب اشتريته من المال الذي كنت أستلمه من بعض الأقارب وأهل القريب وأهل القرية في الأعياد وشهر رمضان، هل يجوز أن أحج به؟ إذا كنت أخذتيه وأنت مستحقة له بفقرك فلا مانع أن تحجي منه وأن تنفقي منه. أما إذا كنت أخذتيه من الزكاة أخذتيه من الزكاة وأنت لا تستحقين أخله فإنه لا يجوز لك، لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، ومن ذكره الله سبحانه وتعالى في مصارف الزكاة. أما إذا كان هذا المال من باب صدقة التطوع أو من باب الهدايا، إذا كان هذا المال من باب الهدايا، أما صدقة التطوع لا تحل حتى صدقة التطوع لا تحل للغني، لكن إذا كان من باب الهبات فإنه لا مانع من أن تحج منه وأن تستعمله. إذا كان من باب الهبة وهي غنية لا مانع، قبول الهدية وقبول الهبة لا مانع منه ولا مانع من التصرف فيه. لا. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول عبد الله عمر إسحاق يسأل ويقول ما حكم من يجمع بين الصلوات في الأوقات؟ لا يجوز الجمع بين الصلوات إلا لعذر شرعي، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل الصلاة لوقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. والجمع إنما يباح في حالات ثلاث: حالة المرض المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك المسافر الذي جد به السير في الطريق فإنه يجمع الصلاتين مع بعضهما في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير. في الثالث المطر يبيح الجمع بين العشاءين، لأن في الخروج صلاة العشاء مع وجود المطر ووجود الوحل والبرد شديد مشقة، فيرخص للمسلمين أن يجمعوا بين العشاءين في حالة المطر. وفي بعد هذه الأحوال الثلاث ما يجوز الجمع بين الصلاتين، بل تصلى كل صلاة في وقتها. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح الجمع بين العشاءين تقديم جمع تقديم جمع تقديم صلى المغرب ثم يصلي بعدها العشاء جمع تقديم رفقا بالنفس، وإن اقتضى الأمر أنهم يجمعون جمع تأخير فلا مانع من ذلك. الحمد لله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن المتابعة.